شباب قناة شباب نتني، والسلام عليكم. حاول بعض لاعبي فريق الرجاء البيضاوي الاعتداء على حارس نهضة الزمامرة ياسين الحواسلي عقب نهاية المباراة التي جمعتهم بمراكب محمد الخامس برسم دور سدوس عشر نهائي كأس العرش. وأظهرت لقطات النقل المباشر على القناة الرياضية محاولة بدر بانون وسفيان رحيم الاعتداء على ياسين الحواصلي الذي كان يحتفل بالتأهل للدور الموالي من منافسات كأس العرش بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدفين. هذا وقالت بعض جماهير رجاء البيضاوي أن الحارس السابق لفريق الوداد قام بحركة لا أخلاقية في حق جمهور الرجاء، ما دفع ببانون بأن يقوم بملاحقة الحارس بتلك الطريقة. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. إلى اللقاء.